هل البيبسي والكوكا كولا تحتوي على لحم الخنزير؟ أعتقد أن هذا السؤال نتيجة تقرير نشرته جريدة الأسبوع في عام 2005. لقد قرأت التقرير وهم يتحدثون عن مادة البيبسين ويقولون أنها تستخرج أو تصنع من أمعاء الخنزير، وأعتقد أن هذا جهل، فمادة البيبسين موجودة في معدة كل كائن حي حتى الإنسان، وهي تعمل على تحويل خلايا البروتين إلى بيبتيد. يعد البيبسين من الحموض الأساسية الموجودة في المعدة، لأن درجة الحموضة الخاصة به تساوي 1.5 بي اتش، لذلك البيبسي تساعد على الهضم لأنها تزيد من درجة حموضة المعدة. بالمناسبة، بيبسي لا تعني ادفع كل قرش لإسرائيل، بل تعني كلمة هضم باليونانية. لنقم بالتجربة التالية: لدي علبة مشروب غازي وأربع ملاعق من الحليب. سأضيف الحليب ببطء وأغلق القارورة بإحكام. بعد عدة دقائق، أرى أن تفاعلاً يحدث داخل القارورة. بعد ساعة، أرى تبايناً في الألوان المشروب الغازي. بعد ساعتين، أرى أن المشروب بدأ يتحول إلى ماء. سأتركه للصباح لكي تترسب الشوائب. في الصباح، قد يتحول المشروب بأكامله إلى ماء، لكن غير نقي بسبب وجود المنكهات والسكر في المشروب. السبب إن البيبسي مشروب حمضي أي كالأسيد، لكن تركيزه منخفض، بينما الحليب هو مشروب قلوي. عندما نمزج الكميات المعينة من المشروب الغازي والحليب، وهي ملعقة حليب لكل ملي لتر من المشروب الغازي، سنحصل على ماء. تسمى هذه الحادثة بالمعايرة، وهي تحدث في معدتنا كل مرة نشرب فيها الحليب أو نأكل مشتقاته. شكرا على مشاهدتكم حلقة جديدة من برنامج لم أكن أعلم. لا تنسوا عمل اشتراك وأعجبني، ولا تنسوا مشاركة المقطع على مواقع التواصل الاجتماعية، ولا تنسوا تفقد صفحتنا على فيسبوك، ولا تنسوا مشاهدة حلقاتنا السابقة. وإن كان لديكم أي استفسار ضعوه في حقل التعليق في الأسفل، وكما هو الأمر دائما، شكرا على المشاهدة.